بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله، معكم أخوكم وليد من قناة 22 شانل، ودي أول حلقة نقدمها النهاردة عن خطوات جواز الأجانب سنة 2020. وأنا عارف إن في بعض من الزملاء عارضين كتير على جواز الأجانب والأخير، لكن النهاردة في شروط جديدة وفي قوانين جديدة بالنسبة لسنة 2020 لازم الكل يتبعها قبل ما يقع في مطبات جديدة هو مش هيقدر عليها. ومش تعقيدة ولا حاجة لا سمح الله، هو كل المسألة قبل ما تخطو خطوة دي لازم تبقى عارف انت هتتجوز ازاي وهتدفع ايه وايه اللي ليك وايه اللي عليك. فجماعة انا النهاردة مش هخصص دولة، انا النهاردة هتكلم على الجواز الاجانب عام عشان محدش يروح لمحامي يقوم دافع له 5-6 آلاف جنيه في حاجة هو ممكن يصرف عليها 2000 جنيه فقط لا غير، عشان ما طولش عليكم صلوا على سيدنا محمد. أولا وبداية أي كلام من كل شاب من مقبل على جواز أي أجنبية من أي دولة في العالم أول حاجة لازم يعرفها اللي هو إيه؟ تصريح من السفارة أو لا مانع من السفارة بزواج المذكورة. المذكورة بقى سواء هي بقى من انجلترا، من إيطاليا، من الخليج، من إيشيا. وبعدين ودي أهم نقطة، دي اللي هتحدد إذا كان الجواز هيبقى عرفي ولا الجواز هيكون رسمي. إن إقامتها أقل من 6 شهور، يعني لو هي دخلت البلاد والإقامة في الباسبور واخدها شهر أو شهرين أو 3 4، ما ينفعش، او القانون المصري لا يسمح بالزواج الرسمي، فبذلك هنضطر ان احنا نتجوز عرفي. طبعا عقد الجواز العرفي احنا بنجيبه من اي مكتب محامي، مكتب المحامي بيختم لك على عقدين اللي انت هتاخده منه، لازم يختم لك على عقدين. بعد كده بتطلع على مجمع التحرير في شباك 42، وبعدين بتستنى بقى بتقدم الطلبات. بص اما اللي يقول لك بقى كلمات كتيرة، انت هناك بتخلي معاك نوتة صغيرة وقلم بتخش على الشباك، والله انا دي زوجتي وهتجوزتها عرفي ودي تصريح من السفارة بتاعتها بتقول ان لا مانع من الجواز، ودي اسمها ودي ديانتها ورجاء الخاص. كل واحد يتأكد من ديانة الشخصية اللي هتيجي عشان ممكن في الظروف القاسية ممكن فجأة في وزارة العدل يجي يقول لها ديانتك ايه، تقول له انا ملحدة، ساعتها انت كل اللي انت بنيته ضاع عليك. فانت طبعا هتكون متأكد انها مسيحية يهودية مسلمة. بتقدم ورقك، بيطلب منك شوية طلبات في اللحظة وفي التو، انت بتكتبها وبتخلصها في خلال يومين في نفس اليوم، دي حسب بقى ايه رزقك ونصيبك وسرعتك. بعد كده بتستنى زي ما قلت لحضرتك من اسبوع ل 15 يوم، يجي الامن الوطني بيتصل عليك. بعد التحريات بتبقى بسيطه، عباره عن عرفتها ازاي، عرفتوا بعض ازاي، الجواز ايه، يعني حاجات مش هيقول لك انت معتقل والكلام دوت، ما تخافش من حاجه زي دي، يعني هي اللهم اجراءات روتينيه. بعد ما بيحصل كل ده وبتخلص والزواج بيتم بصفه رسميه من الدوله في العقد العرفي، هنا انت حضرتك بتقدم الباسبور بتاعها، الباسبور، وبتقدم العقد العرفي. وبرضو حضرتك بيقولوا لك استنى من يوم لاسبوع او 4 ايام، حضرتك بيتصلوا عليك، وبعد كده تستلم الباسبور في اقامه 6 شهور، وبعد كده بنتنقل لمرحله تانية. وطبعا قبل ما تنقل لمرحله تانية عايز اوضح حاجه، مش كل الدول يا جماعه اللي ممكن تاخد اقامه شهر او 3 اشهر او 6 شهور. في بعض الدول زي امريكا ممكن تاخد 3 اشهر وبتجددها 6 شهور، هنا يتيح الجواز الرسمي. في بعض الدول زي الاتحاد الاوروبي او الى اخره. في بعض الدول الاوروبيه ما بتاخدش غير شهر، ولو جددت تاخد شهر كمان. عشان كده بقول لك العقد الجواز العرفي هو اول خطوه، ان كانت الزوج جت وخدت خط في الباسبور
بشهر واحد فقط. وطبعا ثانيا وهنتنقل لعقد الزواج الرسمي، بعد حضرتك ما بتاخد الإقامة 6 شهور مباشرة، عايز تستنى بقى لو الزوجة قاعدة معاك في بلدك مش عايز، عادي مادام ياخد ال6 شهور ممكن تقضيهم تخلصهم، انت حر. طبعا هتقول لي ازاي ده هم عايزين 6 شهور، ما انت خدت ال6 شهور خلاص مش محتاج، يعني هي اقامتك كانت 6 شهور بغرض سياحي او بغير سياحي هي خدت ال6 شهور. انا من واقع تجربه شخصيه، انا لما زرت خدت 6 شهور، انا بصراحه يعني قضيت ال6 شهور بعد كده رحت قدمت على عقد جواز رسمي، او عفوا انا قدمت عقد زواج رسمي في الاول وما عملتش اقامه، لان انت حضرتك ممكن تعمل اقامه. المهم هنتكلم في نقاط انت هتعرفها مع الخطوات اللي هتمشيها. لعقد الجواز الرسمي حضرتك بتروح وزارة العدل، طبعا انا ممكن اقول لك هي فين، او طبعا وزارة العدل اللي يسأل ما يتوهش، تروح وزارة العدل بتسأل على مكتب توثيق جواز الاجانب، وطبعا اهم حاجة يكون معاك حد من زمايلك عشان ما تتعبش ولا تتوه في 2 شهود. ركز في النقطة دي، خلي وانت رايح خلي معاك 2 شهود عشان ما تتعبش او تدفع لكل واحد 100 جنيه 200 جنيه من بره عشان تجيب 2 شهود. وطبعا انت شوف هناك في وزارة العدل هتلاقي واحد مندوب محامي يجي يقول لك يا فندم نخلصك انت روح ومالكش دعوة، سيبك من ده كله صدقني هتكع فلوس، انت هتدفع 1% منها، ثق بالله هتدفع 1% منها. المهم حضرتك بتروح وبصفة الزوجة نفسها، انتوا الاتنين بتروحوا ومعاكوا ورقكوا العادي عرفي، باسبورتاتكوا، 8 صور شخصية للطرفين، وحاجة مهمة جدا زود في الصور عشان ممكن تتطلب حاجات تانية. وطبعا في حاجة مهمة جدا، لازم انتوا الاتنين يكونوا معاكوا شهادة صحية بتطلعها من أي مستشفى، شهادتين صحية تمام. انا ما كتبتهاش بس انت سمعتها مني، حاول حضرتك تطلع وانت رايح شهادتين صحيه تحط عليها صورتك وصورتها، شهاده ليها وشهاده ليك ماشي، وبتجيب شاهدين 2 شهود. طبعا ما تنساش طابع الاسره بتجيبه من مجمع التحرير عشان ما تخرج من مشوار لمشوار، وانت في مجمع التحرير حاول تجيب معاك طابع اسره ماشي. وبعدين حاجة مهمة جدا دي الشروط اللي بقت، بعض السفارات ما بيرضوش يوثقوا عقد الجواز، ومصر حاطة سن 25، بعض السفارات دلوقتي عدلت السن ده وبقت ما بيدوش لا اللي هو تصريح السفر عن سن ما يقلش عن 15 سنة. ودلوقتي عشان قبل ما تخش في أي مطب في جواز الأجانب عفوا قبل ما تخش مطب في أي جواز أجانب، بعض السفارات بيكتبوا دلوقتي المؤخر 100,000 جنيه للزوجة في حين طلاقها، ثق بالله وفي كلامي. بعض السفارات بقت تحط يعني انت مش هتاخد او الزوجة مش هتاخد تصريح جواز الا ان شافوا في العقد العرفي شروط معينة، في بعض السفارات بتطلب منك ان تحط الشروط في العرفي، والشروط ديت هتكون في الرسمي عشان يوثقوا لك عقد الجواز الرسمي، لازم يكون فيه شرط ان مؤخر الزوجة 100,000 جنيه. وبعض السفارات اقسم بالله انا بتكلم عن تجارب مع بعض الناس في القوانين الجديدة، وبعض السفارات بدأت تحط 150,000 جنيه مصري مؤخر الزوجة حين طلاقها 150,000 جنيه. وللعلم لو انت طلقت وعملت فيها فتوى وما دفعتش، في حاجة اسمها في الدول دي انتربول بيرفع عليك دعوة ان الفلوس دي هتيجي. عشان كده بقول لك وانت بتتقدم للخطوة دي اعمل حسابك ان ما تاخدلكش اي واحدة كده وخلاص عشان هتطلقها، حاول بقدر الامكان الحوار ده خده بجدية وما تاخدوش بهزار. والشروط التانية اللي بقت جديدة في السفارات ان حضرتك هتسمح للزوجة السفر من غير علمك، رقم واحد. رقم اتنين هتسمح للزوجة العمل في البلد في مصر مثلا ان هي طلعت تصريح من غير اذنك، يعني مش هي مش مستنية تاخد منك اذن عشان تشتغل في مصر. رقم ثلاثة وده اصعب شرط حطته السفارات، ان لو مثلا في بينكم اطفال ولا قدر الله حصل طلاق،
طبعا الأطفال غصب عنك هيكونوا مع الأم لحين إصدار قرار المحكمة مين اللي هيحتضن الأطفال، يا حضرتك يا الأم. فعشان كده بقول لك قرارات طالعة جديدة في جواز الأجانب مش سهلة جدا، يعني مؤخر من 100,000 ل 150,000، 3 شروط يوصلوا الظهر، زي يعني هتسيبها براحتها تسافر وتيجي براحتها ما عدا سفر الأطفال، دي اللي ما فيش فيها جدال، يعني الأطفال مش هيسافروا إلا بعلمك، لكن الأطفال هي هتحتضنهم في مصر، المعلومة في مصر، هتحتضنهم في مصر لو في طلاق، لحين يعني لما المحكمة تدي قرارها إن هي تاخدهم ولا أنت لا تاخدهم، لكن الشروط اللي هي بقى تخرج بقى تسافر وتيجي براحتها، أنت مالكش يعني مالكش عليها ولا. طبعا يا جماعة أنا آسف في الإطالة، دي خطوات الجواز الأجانب والقوانين الجديدة، وطبعا عايز أقول لك نصيحة، وأنت طبعا لما تيجي البنت اللي هتتجوزها أو زوجتك لما تيجي وهتوثقوا عقود جواز وهتعملوا عقود جواز، خلي زوجتك أو خلي البنت اللي هتتجوزها تتصل على السفارة بتاعتها وتسأل إيه هي الشروط الجديدة اللي موجودة في السفارة، نعمل إيه عشان نجيلكوا، نرفق إيه في العقد العرفي، نعمل إيه، هتلاقي السفارة يعني إيه بتدي إجابة للزوجة، بحيث إن أنت تبقى عارف راسك من رجليك، عفوا تبقى أنت عارف أنت هتعمل إيه عشان ما تقعش في مطب أنت لا غنى يعني أنت مش عايزه. للمعلومة بقى التانية، القوانين ديت مش موجودة في بلادهم، يعني أنت لو سافرت بلد أي بنت أنت هتتجوزها في أوروبا في أمريكا مفيش حاجة اسمها مؤخر 150، مفيش حاجة اسمها بقى هي تروح براحتها وتيجي براحتها، هي الشروط ديت جت في بلادنا العرب هنا، مش بس مصر، في جميع الدول العرب الشروط دي نزلت في جميع الدول العرب. فرجائي من بعض من كل الناس، من هو مقبل على زواج الأجانب في بلده حاول فكر 1000 مرة عشان ما تقعش في مطبات انت يعني مش عايزها، بجد انت مش عايزها. واتمنى من الكل يعني التوفيق، ولو عجبكم الموضوع وعايزين جديد، وان شاء الله يكون في جديد، لان انا ان شاء الله ناوي اشرح طرق السفر في القوانين الجديدة وطرق السفر عبر يعني عبر لم الشمل بين الزوج والزوجة، وإيه هي الدول الصعبة وإيه هي الدول السهلة سواء في أي دولة في العالم، الخليج، أوروبا، أمريكا، كل آسيا، إن شاء الله أنا هنزل كل جديد، إن شاء الله أستنى منكم دعم، لايك، وفعل الجرس هتلاقي كل جديد بينزل وفي قوانين جديدة بتنزل، هتلاقي أخوكم في الله وليد بينزلها لكم، شكرا على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.